إذا كنت تتعامل مع الأسد تحدث إلى بوتين. يعني حق الشعب السوري وليس حق الأسد، الأسد سيذهب كما ذهب أبوه، لكن بيبقى حق الشعب نفسه. كيف ترى ذلك أخلاقيا على الأقل؟ إذا كان السوريون يمكنهم طرد الإيرانيين، يمكن لنا أن تكون هناك حوارا مختلفا، ولكن المسألة اختلفت من حديث السلام، الأرض مقابل السلام 1979، حرب 67، بدلا من حدود 1923 بعد سنة 2000. أصبحت الأرض ليس مقابل السلام، الأرض مقابل إعادة التحالف. لا الأسد يستطيع التخلص من الإيرانيين، ولا الشعب السوري يستطيع التخلص من الإيرانيين. لا يمكن أن تبدأ حربا، هذه إشارة إلى حرب 67، كيف بدأت الدول العربية الحرب ثم تقول بعد ذلك أريد هذه الأرض كاملة. أنت تبدأ الحرب، هذه الحدود تم الحروب بشأنها. هذا ما يحدث بين الدول حين تتوقف عن الحروب وتعيد ترسيم الحدود. هذه هي الحقيقة، هذا هو الواقع. واقع مؤلم، وربما يعني لا يعرف لي كثير منه، لكنه هو رأيك في النهاية.